ميلتينج بوينت درجة انصهار أي أورجانيك كومباوند، دي واحدة من الفيزيكال بروبرتي اللي بيها بقدر أتعرف على أي أورجانيك كومباوند. الميلتينج بوينت دي وسيلة سهلة وين اكسبنسيف عشان أعمل لها ديترمينيشن، وبالتالي بعتبرها هاندي ايدنتيفيكيشن تول، وسيلة سهلة عشان أتعرف على أي أورجانيك كومباوند. تعريف الميلتينج بوينت، ميلتينج بوينت تمبريتشر الحرارة اللي بيحصل عندها السوليد بيتحول ليكويد عند 1 أتموسفير. تعريف تاني، التمبريتشر اللي عندها السوليد والليكويد بيكونوا موجودين في إكوليبريم من غير تشينج في التمبريتشر. الدياجرام ده بيوضح تمبريتشر أجينست التايم. المفروض إن أنا عندي سوليد لما بسخن الحرارة بتستخدم عشان تكسر لي الانترموليكولار فورس اللي بينهم لغاية ما اوصل للنقطة دي. عندي هنا السوليد والليكويد بيكونوا موجودين مع بعض في حالة إكوليبريم من غير تشينج في التمبريتشر. الميلتينج بوينت عندي نوت سنجل ريدنج. الميلتينج بوينت بتكون in the form of range، عندي from the start of the melting لغاية الـ end of the melting. أما بعمل application أو لما بسخن في الجهاز، أدي عندي الـ start of the melting والـ end of the melting، فبالتالي عندي الـ melting point بتكون the form of the range من الـ start لغاية الـ end of the melting. types of melting point شارب أو بسميها definite melting point، بيكون عندي الفرق بين الـ start والـ end أقل من 2 degree. ده بيكون عندي لو المركب pure نقي مفهوش أي impurity أو شوائب. وفي حاجة تاني، المركب دي بتبقى حاجة exception لو المركب عندي موجود فيه eutectic mixture two or more compound لكن ليهم characters معينين act as one compound، فبتبقى برضو الميلتنج بتاعتهم شارب. أو اتنين، broad أو indefinite melting point، ده بيكون عندي الفرق بين الـ start والـ end of melting أكتر من 2 degree. ده عندي لو المركب impure compound فيه شوائب impurity، ولو المركب بيحصل له thermal decomposition تكسير أثناء ما بعمل determination للـ melting زي sugars، فعندي الـ decomposition product اللي نتجت نتيجة التكسير act as impurity، فبتخلي عندي الـ melting point broad. السوليد لما بسخن بكسر الانترموليكولار فورس بين الموليكيولز عشان يتحول عندي للليكويد. اكزامبل على الفورس او الانتراكشن اللي بتبقى موجوده، دايبول دايبول انتراكشن، الفاندرفال فورس اند الهيدروجين بوند. جنرالي كل ما تكون عندي الليتس او البلورا سترونجر، قوة الترابط جامده ما بينها، كل ما بتكون عندي الميلتنج بوينت اعلى عشان بيكون عايزه هاير أو عايزة heating أعلى علشان أكسرها وأحولها liquid. فكل ما بتكون عندي stronger the latest، كل ما بتكون عندي the higher is the melting point. effect of impurity على the melting point determination، تأثير the impurity أو الشوائب. تأثير the impurity على the melting point determination، عندي two types of impurity. Soluble impurity دي بتقلل الميلتنج بوينت وبتزود لي الرينج. الانسولوبل امبيورتي بتزود لي الميلتنج بوينت رينج. الانسولوبل امبيورتي عندي زي الساند الرمله بتزود لي الرينج. ازاي نعمل ديترمينيشن للميلتنج بوينت اكسبيريمنتالي؟ باستخدام الكابيلاري تيوب. بستخدم الكابيلاري انبوبه رفيعه بحط فيها السامبل وبعمل ديترمينيشن للميلتنج. المفروض عندي باخد المادة بعمل لها جريندنج كويس جدا لغاية ما تكون فاينالي ديفايدد، وبعد كده بستخدم الكابيلاري تيوب بملى حوالي 3 أو 5 مليمتر منها بالسامبل، ما تكونش الارتفاع بتاعتها أو السايز أوف ذا سامبل ما يكونش كبير، يعني الكمية دي كويسة جدا. وبعمل تابنج كويس عشان ما يكونش فيه اي اير،
وتكون tightly packed، مفيش أي فراغات هواء، عشان الأير بيبقى act as insulator، عازل الحرارة، بيمنع انتقال الحرارة between the molecules of أثناء determination melting. فاكتور لازم أحطها في اعتباري أثناء تعيين الميلتنج بوينت، السامبل لازم تكون finally powdered و tightly packed عشان أتأكد uniform heating. رقم اتنين ودي مهمة، إن الهيتنج ريت يكون regular، temperature rising slowly تكون بترتفع ببطء عشان أتجنب الثرمومتر لاج. الثرمومتر لاج عندي لما معدل الهيتنج أو الهيتنج ريت أو معدل ارتفاع الحرارة بيكون بتاع التسخين بيكون عالي، الثريد مش بيلحق يزيد بنفس زيادة البال بتاع الثرمومتر، فعشان كده المفروض الهيتنج ريت يكون ريجولر، إن ارتفاع الحرارة يكون بمقدار 1 لـ2 بير مينت. هنا المفروض إن أنا عندي، مش لو لقيت حصل شيفتنج في مستوى السامبل أو حصل لها سيكلينج أقول إن كده دي بداية الميلتنج. بداية الميلتنج عندي لما أبدأ ألاقي أول كريستال أو بدأ يتكون دروبلت عندي من الليكويد. الكابيلاري تيوب لازم تكون سين وولد، والهايت اوف ذا باودر 3 لـ5 ملليمتر. فاكتور افكتنج الميلتنج بوينت زي ما قلنا السامبل سايز، السايز ما يكونش كبير لان لو كبير ده هيزود معايا الرينج. وحاله السب ديفيجن اوف ذا سامبل قلنا لازم تكون فاينلي باودرد، والهيتنج ريت لازم يكون هيتنج ريت ريجولر وبيرتفع سلولي عشان اتجنب الثرمومتر لاج. والبيورتي اوف ذا سامبل، السامبل تكون بيور عشان الميلتنج بوينت تطلع شارب او ديفينيت. والباكينج زي ما قلنا تبقى تايتلي باجد، مفيش فراغات هواء. ميثودز بستخدمها عشان اعمل ديترمينيشن للميلتنج بوينت اكسبيرمنتالي. أول حاجة الطريقة القديمة الconventional method باستخدام الأويل باس، والمودرن method ودلوقتي دي اللي بتستخدم electrical heat devices الأجهزة بالكهرباء. ده بيوضح شكل الأويل باس، وبطل يستخدموه طبعا. عندي المفروض بنسخن مصدر السورس اوف الهيتنج، وبنكون البيكر محطوط فيه الأويل ومحطوط فيه الترمومتر مع السامبل. الطريقة دي خلاص بطلوا يستخدموها. المودرن ميثود اللي باستخدام الأجهزة electrical heat devices، دي أشكال أجهزة الميلتنج اللي بنتعامل معاها في المعمل عشان نستخدمها عشان نعمل determination الميلتنج بوينت. أنا عندي الحرارة ممكن بعرفها من خلال إلا بحط الترمومتر وبتابع بيه، أو بيكون عندي الجهاز فيه سكرين عليها درجة حرارة الجهاز. عندي هنا في watching lens بتابع بيها العينة عشان أعرف أي change بيحصل فيها عشان أعمل accurate determination للmelting. عندي الفتحة الكبيرة هنا دي فتحة الترمومتر، والثلاث فتحات دول بحط فيهم الكابيلاري عشان أعين الميلتنج، وده مؤشر الحرارة. هنا عندي ده برضو اكزامبل على الالكتريكال هيت ديفايس اللي بستخدمها في ديترمينيشن للميلتنج، بس هنا عندي الحراره هتظهر على السكرين مش محتاجه ترمومتر، وده المكان اللي بحط فيه الكابيلاري السامبل، ده المكان اللي بحط فيه الكابيلاري عشان اعين الميلتنج بوينت. الادفانتج من ان انا بستخدم الكتريكال هيت ديفايس، اول حاجه ممكن هاي تمبريتشر اوصلها بكل سهوله، والسيفتي. رقم اتنين المخاطر اللي ممكن تنتج من استخدام الهوت ليكويد لو انا بستخدم الاويل باس توتالي افويدد، تخلصت منها. ورقم ثلاثة وجود عندي الواتشنج لينس بتخليني اعمل اكيوريت ديترمينيشن للميلتنج. الهوت ستيج مايكروسكوب ده بيستخدموه في عقاقير، ده برضه بيستخدموه لـ determination of the melting، ده بتبقى المفروض محتاج تعامل خاص معاه.
المفروض ان انا بسخنه لمية واربعين قبل الاستخدام عشان اعمل اكسكلود، اشيل اي موشر موجودة فيه، وبعد الكولينج اعمل الميلتينج بوينت ترمينيشن. المزايا بتاعت الجهاز ده ان انا عندي بلاحظ اي مينوت تشينج في الكالر او الاستراكشر بيفور واثناء ديترمينيشن اوف الميلتينج، وممكن الجهاز ده بستخدم فيه سنجل كريستال. كوركتد ميلتينج بوينت، الميلتينج بوينت ممكن تكون ان اكوريت بسبب زي ما قلنا الاختلاف في الحراره بين الميركوري بالب والكولم او الثريد بتاع الثرمومتر اللي قلنا عليه الثرمومتر لاج. ميكشر او ميكسد ميلتينج بوينت، الميكسد ميلتينج بوينت بستخدمها لو عايز اعمل ديستنجويش، عايز اميز باتنين تو كومباوند. لو انا عندي اوثنتيك سامبل عينه معروفه كومباوند A وكومباوند اكس انون سامبل، وعايز اعرف الايدنتيتي او عايز اعرف الانون او الكومباوند اكس دي عباره عن ايه، فانا بعمل ايه، باخد الانون سامبل وبعمل لها ميكسنج مع النون كومباوند او الاوثنتيك سامبل اللي انا عارفه لها الميلتنج بوينت، واعمل ميجرنج للميلتنج بوينت. لو اكس وA ديفرنت كومباوند الميلتنج بوينت هتكون لو برود، لان دول انا عندي تو ديفرنت كومباوند ميكشر بعمل لهم ديترمينيشن مع بعض. لو انا عندي اكس وA ذا سيم كومباوند هتكون عندي الميلتنج بوينت شارب وهاي.